سمعنا إنك بتتجاهلي ذكر اسم شخص هو أول حد اكتشفك وقدمك لإذاعة اسكندرية. مين ده؟ محمد أبو سمارة. أنا بتجاهل؟ ليه عمرك ما نسبتي له الفضل؟ بالعكس بالعكس بالعكس. الله يرحمه. محمد أبو سمارة الله يرحمه، ده هو علامة كبير وأستاذي، هو اللي علمني العود. طب يعني دلوقتي لما بدأنا الكلام عن الغنى قلتي الأستاذ حلمي بكر، قلتي صلاح الشرنوبي، لأني اتكلمت عن المرحلة من أول ما جيت القاهرة ومن أول ما بدأت أحترف الغنى، لكن مرحلة ما قبل اللي هي كنت بدرس فيها في كونسرفاتوري وكنت باخد دروس عند أستاذ محمد أبو سمارة، وكان هو ده رجل علامة يعني، وكان هو تلميذ الأصاب يعني، ده حد تاريخ جامد جدا يعني، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. شفنا ملحن حلمي بكر هو أول حد قدمك في حوار صحفي، واشتغلتوا مع بعض على أغاني. الأغاني دي ليه ما شافتش النور؟ عمل لي أغنية اسمها وليه لأ، راحت فين؟ وليه لأ كانت كلمات سمير الطاير، موجودة في الأرشيف، ما عملت لهاش حاجة لسه، بس بفكر إن شاء الله أعمل لها توزيع جديد بشكل كويس وتحت إشرافه طبعا، وأنزلها. أنا بجد الأغنية حلوة قوي. إحنا بنتكلم على حاجة من أكتر من 20 سنة. مش 20، ليه ما شافتش يعني النور لحد 18. النهار 19 ونص. ما أنا بقولك يعني جات تمثيل راح أخدني وخطفني. لا الأغاني دي أغنية خلصت، ما محمد ده يعمل لي أغاني، أغنية عملت وخلصت، صلاح الشرنوبي يعمل لي أغاني. ليه ما شافتش النور؟ إحنا على فكرة أنا في ناس كتير عامله لي أغاني حلوة جدا وموجودة عندي في بيتي في علب وما نزلتش كتير. على فكرة مش أنا لوحدي، في ناس كتير كده بيعملوا أغاني ما بينزلوهاش. يعني أغنية حلمي بكر محطوطة جنبيهم؟ أكيد أغنيته غالية على قلبي لأنه ده ملحن كبير جدا وده أستاذ. أنا ما بتكلمش على الغلاوة، لا يعني أقصد أقول هو له مكانة كبيرة كملحن كبير وكأستاذ موسيقار، فأكيد في مكانة لوحدها. الأغنية عندك في البيت أكيد ولا موجودة. عنده هو في البيت؟ عنده عندي أكيد على إيدات، أكيد عنده وعندك أكيد، مش عنده هو لوحده. إزاي عنده هو لوحده؟ ما هي دي أغنيتي بتاعتي. لا موجودة عندي طبعا. سمعنا إنه حلمي بكر وقتها نصحك تبصي في المراية كتير، كان قصده إيه؟ دي شفناها في الحوار. أبص في المراية كتير؟ مش فاهمة، مش فاكرة حاجة زي كده. هو كان بيقول لي أنت شكلك جميل فتنفعي تمثلي، يعني غني بس كمان ممكن تمثلي. يمكن هو من أول الناس اللي هم تنبأوا أن أنا ممكن أبقى ممثلة كويسة. إحنا خدنا نص كلمة من الحوار، أنت قلتيها في الحوار ده نصا. بص في المراية كتير ده حاجة وحشة قوي، لأنه اللي بيبص في المراية كتير ده بيبقى معجب بنفسه أو شايف نفسه بس كشكل، فدي حاجة مش كويسة. بس ما أعتقدش أنا يمكن العكس، يمكن يكون حد لما يقول لحد كده قصده أنه محتاج يصلح حاجة في نفسه أو محتاج يعمل حاجة في نفسه، مش لازم يكون بيقوله تغر أو حب نفسك ما فيهوش. الحمد لله حاجة تتصلح الحمد لله، ولا لعبت في وشي ولا عملت مناخيري الحمد لله الحمد لله. يعني سمعنا أن المنتج نصر محروس رفض أنه ينتج لك ألبوم أو ينتج لك أغاني بعد ما ساعدك في فيلم علي سبايسي مع حكيم. أبداً بالعكس ما رفضش، لأنه ما كانش أساساً في كلام على أنه يعملي ألبوم. يعني هو ساعدني في عملي أغنية حلوة جداً. أنت ذاكرتك ضعيفة ولا؟ لا ذاكرتي مش ضعيفة، أنا عارفة كويسة وأنا بقول إيه. نصر محروس مشكور ساعدني لأنه هو أخته أصدقاء ليا، وساعدوني في أغنية ترجعلي اللي هي كانت فعالي سبايسي، اختاروا لي الكلمات والأغاني وتنفذت عندهم في الاستوديو مشكورين. لكن عمر ما كان في اتفاق بيني وبين نصر محروس ان هو يعمل لي ألبوم أبدا. هو ساعدني وقتها كممثلة مطلوب منها تغني في فيلم بس هو ما اتفقش فعلا، لأنه هو ما كانش فيه أساسا أي كلام على ألبوم من الأساس. أغانيكي فعالي سبايسي في الشارع نجحت زي نجاح أغاني الأفلام، زي مثلا باللغة العربية الفصحى لسيرين عبد النور مثلا لما غنتها في فيلم مع محمد هنيدي. هي أغنية ترجع لي علمت قوي مع ناس كتير يعني، حتى شيرين عبد الوهاب كانت حبها قوي وقالت لي من أحلى الأغاني اللي أنا بحب دندنها يعني، فكان ناس كتير بيقولوها لي، ولحد اللحظة دي بيقولوا لي دي ترجع لي دي حلوة قوي، أنت ليه موتيها في الفيلم؟ بس إن كان لازم تعمل لها كليب لوحدها من كتر ما الأغنية كانت عجباهم يعني.